للوقوف على الأمور التي يجب مراعاتها وللعثور على أفضل أساليب العلاج من التهاب الجيوب الأنفية، معنا البروفيسور مارك بلوخنج من مستشفى هيليوس في برلين. عادة ما تكون الجيوب الأنفية مصدر إزعاج، فما فائدتها؟ تحمي الجيوب الجمجمة، فهي أشبه بمنطقة عازلة عند وقوع حادث للرأس، فتخفف الصدمة عن الجمجمة. المساحات المجوفة تخفف إذن الصدمة عن الرأس. عند الإصابة بالزكام وسيلان الأنف أو انسداده، يظن المرء أنها نزلة برد عادية. متى تتحول نزلة البرد هذه إلى التهاب الجيوب الأنفية؟ يقصد نحو 12 مليون مريض عيادة الطبيب في ألمانيا سنويا، وقرابة 6 ملايين منهم يعانون من التهاب مزمن في الجيوب الأنفية. أما الحالات الأخرى فهي حالات زكام، وعادة ما تكون الأعراض صداعا شديدا في الرأس وتورما في جانب الأنف وإفراز سائل متقيح، وعادة ما يشفى المريض من الزكام العادي بعد 7 أيام. وعلى المريض أن يقصد الطبيب بعد الأيام 7 إذا لم يشفى؟ بعد 7 أيام، وفي حال عدم الشفاء من الزكام وعدم اختفاء أعراض المرض وارتفاع درجة حرارة الجسم، عندها تجب مراجعة الطبيب. وماذا سيحدث في حال عدم علاج التهاب الجيوب؟ قد تكون النتيجة أن تتحول الأعراض إلى حالة مزمنة، أبسطها التهاب الجيوب الأنفية الذي يجب علاجه في البداية باستخدام قطرة الأنف، ويمكن الاستعانة بطرق تساعد على فتح القنوات المسدودة لكي يتمكن سائل الالتهاب من الخروج، وإلا سيصاب المرء بالتهاب مزمن. ومن هم الأكثر عرضة لذلك؟ هم أولئك الذين يعانون من الحساسية، لكن هناك أيضا من يعانون مما يسمى بعدم تحمل المسكنات كالأسبرين، كما أن هذا المرض يمكن أن يصيب من لديهم بنية معينة للأنف، كمن يعاني من انحراف الوتيرة أو ضيق طبيعي في فتحات الجيوب الأنفية. أي أن على المريض أن يذهب مبكرا إلى الطبيب عند الإصابة بنزلة برد، هل هذا هو الحل الأمثل لتجنب الإصابة بالتهاب مزمن؟ نعم، لأن الذهاب المبكر إلى الطبيب يساعد على معرفة الالتهاب المزمن مبكرا، فيتجنب المريض أن تتحول حالته إلى مرض مزمن. الزكام هو سبب لالتهاب الجيوب الأنفية، هل هناك أسباب أخرى؟ أجل، هناك أسباب تشريحية وهناك الحساسية أيضا. ثمة عيوب خلقية أيضا كالأهداب التي تنقل الإفرازات من الجيوب إلى خارجها، فإذا لم تقم بوظيفتها كما يجب فإن المريض يصاب بالتهاب الجيوب. والأسنان قد تكون سببا؟ هذا وارد، بخاصة في وقتنا الحالي الذي تكثر فيه عمليات الزراعة كزراعة الجيوب الفكية أو بقايا جذور بعد خلع الأسنان. كل ذلك قد يؤدي إلى التهاب يبدأ من الأسنان ليتحول إلى التهاب الجيوب الأنفية. شكرا بروفيسور، نتابع حديث